تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريرا من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي حول نتائج مشاركة مصر في معرض ومؤتمر الجمعية الدولية لشبكات الهواتف المحمولة الذي عقد في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث أكد الرئيس ضرورة مواصلة جهود تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي المصرية والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما في المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة كالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية والمناطق التكنولوجية.